كل من العمالة يعني التنمية الاجتماعية كبيرة شديد يعني. لا هي بالمناسبة مش بتقلل، هي يعني أنت أصلا الميكنة الزراعية دي ما عندها غنى من الناس أصلا. ابن آدم ده أيوه ما هي لازم يشتغل ما هي سبحان الله دي الحياة كده يعني. أيوه صح يحث الأرض يعني لا بد يضيف له خبرات يضيف له خبرات يعني خبرات. مثلا المستثمر لما يجي يشتغل في مشروع بيجي مدروس او الحي بيجي دارس مشروعه ده كويس، وبمجرد ما هو تنفذ مشروعه ده طوالي بيقع عليه تنفيذه ده كله بعد ذلك بيقع عليك. وغير كده زي ما قلت لك الناس اللي بيشتغلوا مع المستثمر ده بعدين هم يعني بينقلوا خبرتهم دي لأهلهم لجيران أجيال كمان قدام. ما هي المعرفة الفنية كده يعني نحن عندنا مراحل بنقول اللي هي تبني المعرفة. بعد ذلك زي ما قلت لك أنت يعني من حيث المفروض تعمل الحكومة وتسهل على المستثمرين، وهي موجودة تقريبا يعني في المؤسسات العلمية والبحثية المعرفة أو زي ما قلت لك المعرفة العلمية التكنيكال نوليدج بتاعت السودان. يعني هسي لما قبل نور الدائم بيتكلم كان عن خصوصية المناطق والطائف والرياض وكذا، أنا في السودان عندي نفس الخصوصيات دي. يعني مثلا المستثمر لما يجي يشتغل في شمال كردفان ما زي لما يجي يشتغل في الولاية الشمالية، ما زي لما يجي يشتغل في سنار كذا. فأنا ده كله بيقول لها هي معلومات أنا بوفرها له أو قاعدة بتاعت بيانات بتكون عندي أنا كإدارة بتاعت استثمار ما تكون فيها مشاكل متاحة.